تأملوا هذه الألفاظ الخارجة من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا عمل أفضل، لا عمل أرجى، لا عمل أزكى، لا عمل أحب إلى الله. بالله عليكم، أيزهد مسلم في قربة وحسنة ومثقال ذرة من خير في موضع يعلم أنه لا أرجى له منه عند الله، ولا أزكى في صحيفته يوم يلقى الله، ولا أحب عند ربه الذي يحب عمله الصالح في هذه الأيام؟ لما هذه الأيام؟ أيام عشر ذي الحجة بتلك المثابة والمنزلة الكريمة هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، والعمل فيها أحب العمل عند الله عز وجل أيضاً على الإطلاق، وهذان أمران منفكان. الأيام أيام فاضلة، هي مفضلة في سائر أيام العام، والعمل فيها عمل عظيم مبارك محبوب عند الله عز وجل. في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: ما العمل في أيام أفضل، وفي رواية: أرجى، وفي رواية: أزكى، كما عند الترمذي. تأملوا هذه الألفاظ الخارجة من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا عمل أفضل، لا عمل أرجى، لا عمل أزكى، لا عمل أحب إلى الله. بالله عليكم، أيزهد مسلم في قربة وحسنة ومثقال ذرة من خير في موضع يعلم أنه لا أرجى له منه عند الله، ولا أزكى في صحيفته يوم يلقى الله، ولا أحب عند ربه الذي يحب عمله الصالح في هذه الأيام؟ أرأيت تسبيحتك وتكبيرك واستغفارك؟ أرأيت صدقتك وصلاتك وركعتك وسجدتك؟ أرأيت آيتك التي قرأت وحزبك من القرآن الذي تلوت؟ أرأيت كل شيء فعلته في هذه الأيام؟ والله لا أفضل منه عند الله، ولا أحب منه عند الله، ولا أرجى لك عند الله، ولا أزكى في صحيفتك يوم تلقى الله مما ستفعله هذه الأيام. فمسكين والله ذلك العبد الذي يفوته هذا الرجاء وهذا الزكاء، هذا الفضل، هذه المحبة التي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في هذه الأيام، فتمر عليه هذه الأيام مرور الكرام، ويصبح لا فرق عنده بين اليوم وأمس وبين هذا الأسبوع والأسبوع الماضي. هذه والله من أعظم مواطن الغفلة التي يمكن أن يوقع فيها الشيطان بعض عباد الله، أن تمر عليه هذه الأيام العظيمة كسائر أيام العام. تدري ليش نقول إنها غفلة؟ لأنها عند الله ليست كسائر أيام العام، هي عند الله ليست مثلها، فكيف تكون عندي وعندك مثل باقي أيام العام؟ من أدرك أن ربه سبحانه وتعالى اصطفى هذه الأيام كان له فيها مع ربه سبحانه وتعالى شأن وعمل وقربة يفعله في غير ما يفعله سائر أيام العام. وأنا وأنت سائر أيام العام إما محسن وإما مسيء، فمن كان منا محسنا فليزدد إحسانا، ومن كان منا مسيئا فليكف عن إساءته وليقلب صفحة يتقرب فيها إلى الله عز وجل في هذه الأيام العظيمة التي سمعتم فضلها ومكانتها عند ربنا عز وجل.